السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. موضوع مرتضى منصور والبلاغات والشكاوى لفت نظري لحاجة مهمة جدا، يعني رغم انها كنت شايفها لكن ما كنتش مديها الاهتمام الكافي، او زي ما بتقولوا كده الواحد ما شافش الصورة كاملة. يعني دائما الواحد لما بيمر بشيء ويقعد يفكر فحاجات بتتفتح له ويشوف الصورة يعني من زاوية جديدة، يعني تبين له بعض الامور. يعني طبعا مرتضى منصور عمل فيديو النهاردة زي ما قلت حضراتكم ورد فيه على كذب سيف زاهر. قلت من بالامس كيف زاهر سيف زاهر بيكذب، يعني ليه بيكذب؟ لانه لما قال المؤتمر الصحفي ومرتضى منصور مش حاضر المؤتمر الصحفي بتقديم اللعيبه ليه، فقال لك هو حابب يفصل نفسه عن ملف الكوره. وقلت يا عم منصور يا عم سيف هذا كذب، مرتضى منصور بيحب اللقطه. مرتضى منصور كان سهران لحد الساعة 4 الفجر، هيروح الساعة 11 ازاي؟ هيصحى يقول ايه؟ مش هيبقى فايق، مش هيبقى يعني فريش، يعني يكون يتكلم عن كل الناس. فمرتضى منصور طلع في الفيديو قال لك يا سيف يا زي. مش ما قالش لسيف زاهر بشكل مباشر، قال لك انا مرة الناس بتقول لك انت ما رحتش المؤتمر الصحفي ليه؟ قال لك ما هنا النجم لو رحت هسرق الاضواء من امير وجمال عبد الحميد، والناس دي تعبت لازم يوصلوا رأيهم، ها؟ لازم يوصلوا رؤيهم للناس. قال لك امير وجمال عبد الحميد عملوا مؤتمر عالمي، ولكن انا بضحك لما الناس بتردد ان ده بسبب عدم حضوري، كان في مشكله بيني وبين امير، او في بسبب لا اللي انت بتقول مشكله بيني وبين ده قله ادب. هي وصلت الدرجه دي؟ ما رحتش المؤتمر عشان كل واحد ياخد حقه. امير بذل مجهود كبير لانهاء الصفقات، لو رحت كنت انا هاخد منهم الاضواء. عرفت يا سيف يا زاهر مرتضى منصور ما راحش ليه؟ وهو زي قلت برضه بالامس هو منه في ابنه برضه معه، عايز ابنه يتنجم ويبقى الاضواء عليه. قلت الكلام ده انما مش راح علشان هو حابب يفصل نفسه عن فريقه، ما هو بيجيب اللعيبه معاه في الفيديوهات يا عم سيف ويطلعها يعني. وطبعا ما نسيش طبعا يهاجم الكابتن سيد عبد الحفيظ ويقول لك دور قرعه بتاعه الدوري جميله، ويعني زي هيلاعب مش عارف سموحه وبعد كده هيلاعب مين، قال لك ولو الدكتور سيد عبد الحفيظ هو اللي سحبها مش هتطلع كده، والبطل دايما ما بيخافش، ونخوض المباريات الصعبه في الاول. انا مش فاهم ايه علاقه القرعه والدوري المصري؟ هو انتوا لعبتوا مع فلمبو قلتوا اقوى حاجه، الاهلي بيلعب مع اتحاد المنستيري قلتوا فريق ضعيف، تاخدوا الدوري احسن من دوري الابطال، تلعبوا في قرعه عاديه وفرق عاديه، ما هو الاهلي هيلعبهم كلهم، الاهلي هيلعب القرعه ما فيهاش كلام يعني، ما فيهاش كلام. عملتوا زي الاسماعيلي هنلعب ليه وهنسحب من الليل، العب وتبقى قرعه موجهه وتحطوني في طريق ليه يا عم؟ حتى دي كمان مستصعبين ان انتوا تلعبوا سموحه او بيراميدز والقرعه صعبه؟ ده امر طبعا هاجم كل الناس اللي طلع صورهم وقال للناس انا مش هسكت، بس الواحد لازم برضو احترموا نفسكم بقى على الجانب الاخر جانب النادي الاهلي. الواقعه بقى اللي انا بتكلم مع حضراتكم ايه؟ ما تبص للمشهد كده، دي مش حاجه عبثيه اللي بيعمله مرتضى منصور من هجوم على الكل وتقديم بلاغات او حتى تهديدات على قناه نادي، مش حاجه عبثيه، ده حاجه مدروسه وثبت صحتها، منهج ماشي عليه. انما النادي الاهلي ماشي بمنهج تاني ملناش في المشاكل. طب ايه المنهج اللي ماشي مرتضى منصور عليه؟ والزمالك مش بس مرتضى منصور، الزمالك في الاونه الاخيره بداوا المشوار مرتضى وكمل اللي جت بعد كده. يعني ازاي مرتضى منصور؟ يعني مرتضى منصور بيطلع يهاجم كابتن محمود الخطيب، مجلس الاداره بالكامل، عمرو فاروق، خالد مرتجي، كابتن سيد عبد الحفيظ، بيهاجم المنظومه الاداريه في النادي الاهلي. سيد عبد الحفيظ منظومه اداريه فريق الكره، كره النادي الاهلي، مفيش مانع في وسط الكلام يخش يخبط في لعيبه، حاول يشتت تركيزك ويشغلك بحاجات، ده بالنسبه يخص طب بالنسبه لنادي الزمالك بقى بيحاول يستقطب كل الاعلاميين في صفه. وفاكرين طبعا المشكله اللي كانت حصلت بين مرتضى منصور والوطن لدرجه انهم حطوا صورته كده كانها شبح، يعني ما بيقولوش اسمه. وهددهم في هذا التوقيت انهم كانوا يتمنعوا انهم يخشوا نادي الزمالك والعدوات بتاعتهم مش هيخشوا الكلام ده.
فالصحفيين بيغطوا اخبار الصحفيين، الصحفيين اعضاء، الصحفيين مش عارف ايه، فمسكهم بدون. فدلوقتي هو والوطن زي الفل، القاهره 24 زي الفل، المواقع كلها مع نادي الزمالك زي الفل. بالنسبه للاعلاميين بقى اللي بيظهروا مع، يعني شوفوا الاعلاميين من قصه العضويه دي جزئيه بيحاول يضغط عليهم بيهم، فمش هقول اي حاجه ازاي عن نادي الزمالك ولا مرتضى منصور. قصه التلفزيون، الاعلاميين طبعا والنقاد الرياضيين استقطبهم عنده باي وسيله بقى، سواء بقى شغل في القناه، سواء شغل في مجله، سواء منع من الحضور في النادي، فتيجي تشتغل تيجي، المهم مفيش حد هيتكلم، ولو اتكلمت تبقى موجود عندي تشيك مرتضى منصور اولا ثم نادي الزمالك، وتهاجم النادي الاهلي بضراوه. طب ده جزء الاستقطاب، وبخلي الناس تتكلم طب مش بس كده، ده في الاعلام كمان كله، شوفوا بيتكلم عن ابراهيم فايق ازاي لما يكون مختلف معاه، سيف زاهر بيتعامل معاه ازاي، احمد شوبير بيتعامل معاه ازاي، مدحت شلبي لو غلط مثلا بيتكلم معاه ازاي، الصبغه وبتاعه ومش عارف ايه، كريم حسن شحاته والضغط عليه، محمد شبانه والضغط عليه، رضا عبد العال سايبه شويه لانه هو له دور كبير، رضا عبد العال في الهجوم على النادي، لكن طيب ده كمان بيتحكم في الحب في الـ في الـ في الضيوف، مين يجي ومين ما يجيش، ولو اتكلم انا اتكلم واعمل ما حدش غيري يدخل. يعني قصه ظهور كابتن سيد عبد الحفيظ سواء مع مهيب او على القناه بتاعت القاهره والناس، قصه احمد سلمان ومنعه من الظهور، حتى هاني حتحوت نفسه لما حب يتكلم مره راح موقفينه اسبوع، طارق سعد وقفوه اسبوع. يعني سيطره مرتضى منصور على الاعلام بكل وسيله، سواء بالتهديد او بالمداخلات والكلام بشكل غير لائق، او تقديم شكاوى واستجابه الاعلاميين، طارق سعد النقيب الاعلاميين ولا المجلس بتاع الاعلاميين ده، نقابه الاعلاميين، والمجلس الاعلى للاعلام طبعا على مزاجه، لانه علاقه مين مع مين بينفذ اللي شايفه مرتضى منصور. يعني ده فيما يخص ايه؟ اي حد هيتكلم عن نادي الزمالك او يقول خبر مش صحيح. هي القصه كلها، هل الناس دي كلها شتمت مرتضى منصور؟ طب بالنسبه لي وبالنسبه لغير الناس اللي طلعهم دول، المتنفس اللي على السوشيال ميديا اللي واخدين راحتهم شويه وبيقولوا حاجات صعبه على اي واحد اعلامي انه يقولها، كاننا قاعدين مع بعض كده بندردش يعني. فمرتضى منصور القصه دي عامله قلق، وحتى كمان الاعلاميين دخلوا في هذا المجال، يعني الاعلاميين سابوا او في بعضهم شغال في التلفزيون ويعمل قنوات على اليوتيوب، لكن بيبقى عندهم حرص بعض الشيء، الحرص ده مش موجود عندي لاني ما عنديش حسابات. ما عندي، مش باصص لعني ابقى موجود في قناه او القناه دي هتعاقبني او تمنعني او او او، بتكلم باريحيه ودون تجاوز، وغيري في كثر، ما بتكلمش على الناس اللي بتتجاوز يعني، بتكلم عن الناس اللي لكن هو واخد الكل، واخد الكل. فقفل اي نقد على نادي الزمالك سواء في التلفزيون او، فبيستغل بقى البلاغات دي علشان يكمم الافواه اللي يسكت. طب اكتفى بذلك؟ طب ما في ناس بتهاجم النادي الاهلي، ده هو حصن نفسه وحصن نادي الزمالك بهذه الحاجات. طب فيما يخص بقى النادي الاهلي، انا هسكت بس حصن نفسي؟ لا، ده انا عايز مش بس ادافع، ده انا عايز اهاجم. فالناس اللي بتهاجم النادي الاهلي يوم يعمل ايه؟ فاكرين طبعا البيان اللي عمله حسين لبيب. حسين لبيب رئيس نادي او رئيس لجنه كابتن نادي الزمالك، لما النادي الاهلي في فتره من الفترات كان محمد فاروق ورضا عبد العال ومجدي عبد الغني واحمد جمال نزلوا تقطيع وهجوم في النادي الاهلي. فالنادي الاهلي قال لك ايه؟ تقدم بشكاوى للنائب، شكاوى للمجلس الاعلى للاعلام ضد هؤلاء. فحسين لبيب راح مطلع بيان قال لك ده منع وتكميم للافواه، واحنا في ظهر الاعلاميين الزملكاويين. واحنا في ظهر الاعلاميين الزملكاويه وهنوفر الشؤون، ونخلي الشؤون القانونيه لنادي الزمالك تدافع عن هؤلاء. يعني ما حصنش نفسه او ما حصنش نادي الزمالك من الانتقاد مني او منك او لا، ده انت لو اتكلمت بلاغات ضدك وتهديدات تتحبس. فانت قبل ما هتتكلم كلمه هيكون عامل حسابك مليون في مره قبل ما تتكلم، انت هتنضار. تهديد وتخويف الناس. طيب اللي بيهاجم النادي الاهلي، انا في ظهرك، هاجم انا في ظهرك وموفر لك الحمايه وكل شيء. طب النادي الاهلي بيعمل ايه؟ مع احترامنا للنادي الاهلي، ومش عايز الناس تفهم كلامي ده هجوم على النادي، ده رصد للواقع، واللي شاف غير كده يقول لي يعني.
نادي الاهلي على قناه نادي الزمالك على مدار اكثر من 3 4 سنوات، وقبل ظهور قناه نادي الزمالك على للنور ايام قناه المحور وايام الرافضين وايام الحدث اليوم، كان كل الناس بتطلع تهاجم النادي الاهلي. هل النادي الاهلي تقدم؟ وعلى الرغم ان كان في اهانات وتجاوزات في حق الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، وانا وقتها قلت يا ريت يا جماعه الناس، ده تجاوز في حقوق اشخاص، مش كلام كوره ولا كلام رياضه. انا ضد التجاوز في حق شخص او انك تقدم لغايه شخص نقول خبر، لا، عندك منظومه اعلاميه بتاعتك اطلع كذب الخبر، قول الحقيقه بتاعتك، قول ان وضح للناس ان هو كذاب يعني. لكن اللي كان بيحصل ما كانش له علاقه بكره القدم، له علاقه بتشكيك في زمام، له علاقه بساعات، له علاقه بسفر وخد، له علاقه بعمولات، له علاقه امور كثيره. وانا وقتها قلت النادي الاهلي لو قلت لو واحد بس من اللي بيطلع يهاجم او يتجاوز او يتهم محمود الخطيب الكابتن محمود او النادي الاهلي خد شهر حبس او راح بس الاسم، ممكن يفكر مليون مره قبل ما يتكلم في الامور الضمائر والذمم الماليه وكلام من هذا القبيل. ومع ذلك النادي الاهلي لم يتخذ اي موقف. طيب بالنسبه للاعلام، النادي الاهلي في عز ما كان جمهور النادي الاهلي بيقول لك هنقاطع قنوات اون، كان خالد مرتجي بيظهر وغيره بيظهر، في ظل حملاتنا ان احنا بنقول مش عايزين نظهر مع مهيب، ومهيب بيقول كلامه بتاعه ويعرف انتمائه والكلام ده كله، بيقول الكابتن سامح عزيز ما يظهرش، بعض الناس بيقول لك لا ده منفذ جيد النادي الاهلي يظهر منه. ما انت بتدي شرعيه لهؤلاء يا جماعه، يا جماعه ده انا مش عايز اتفرج على، مجبر ان انا اتفرج، لكن انت حر وانت شايف كده. طيب بالنسبه للناس بقى اللي بيتكلموا عن النادي الاهلي، لا انت مع نفسك، وان احنا مش داخلين في وجع الدماغ، فده يخلي اي واحد ينتقد نادي الزمالك او ينتقد مرتضى منصور يبقى زي ما بيقولوا كده يبقى عنتر شال سيفه، او بمعنى اصح ماشي على الشوك برجليا. وانا بقى وظروفي انا رحت فيها، انا عايز اعمل بطل، تحمل بطولتك بنفسك يا سيدي وانتقد براحتك، لكن الاهلي مش عارف. ده بيخلي ايه بقى اللي بيحصل؟ بنشوف الاعلام بالشكل ده كله رايح في اتجاه نادي الزمالك، والناس الغريبه لما تسال ايه اللي حصل في الاعلام يا جماعه؟ او ليه الاعلاميين كده بكلهم بيهاجموا النادي الاهلي؟ هل النادي الاهلي بسوء ده؟ ليه الناس كلها موجهه بالشكل ده ضد النادي الاهلي؟ ما هي دي كلها اسباب يا صديقي، لو اتكلمت هتتمنع، لو اتكلمت هتتحرم من بعض الامتيازات، لو اتكلمت هنتقدم ضدك بالبلاغات. على الجانب الاخر النادي الاهلي في ايده بعض الامور انه يعمل، يعني مثلا النهارده الناس بتشتكي مثلا من رهام حمدي وغيرها من الاعلاميين بيطلعوا يهاجموا يقولوا اخبار غير اخبار مغلوطه للنادي. في ايدك ان انت يا سيدي تمنع هؤلاء من دخول النادي، تمنع هؤلاء من التغطيه الاعلاميه، تجبر القنوات على ظهور اعلاميين بعينهم، بمعنى قناه اون يا قناه هتستضيفوا حد من النادي الاهلي يتكلم عن النادي الاهلي، يبقى فلان وفلان وفلان مثلا قريبين من المنظومه الاعلاميه بتاعتنا على درايه على على على، يطلع يتكلم عن النادي الاهلي، هيدي المعلومه الصح وفي نفس الوقت مش هيشوه صوره النادي الاهلي. طب لو القنوات دي ما سمعتش كلامك ولا استجابت، اقطع. لا مسؤول يظهر ولا اداري يظهر ولا لاعب يظهر ولا حد يعمل مداخله خالص ولا لقاءات بعد المباريات مع بعض القنوات والكلام من هذا القبيل. امنع. مرتضى منصور ياما شفناه بيهدد، ده كان بيهدد بعدم بس مباراه نادي الزمالك في حاله شوبير، وانا قعدت مع سيف الوزير وقلت له وبتاعه. فمرتضى منصور شغال بخطه حاططها، والزمالك ماشي على هذا، كمم الكل، احضن الكل، اللي يقول امن. النادي الاهلي لا، كل واحد ما ليش دعوه، مش عايز وجع دماغه. طب وهل ده انا هنا ما حدش تاني بيفتكر ان انا بهاجم النادي الاهلي او بنتقد النادي، انا برصد تاني واقع وبقول برافو مرتضى منصور، برافو مرتضى منصور، برافو نادي الزمالك، على الرغم ان انا مختلف جمله وتفصيلا، لكن الخطه اللي هو حاططها مثمره وموفره كل شيء لنادي الزمالك. فمحدش بقى يقول الاعلام بيتعامل مع النادي الاهلي كده ليه؟ مكشوف ان كل اي واحد بيتكلم يا يقعد في بيته يا ما يظهرش، اي حد بيتكلم يا بيتحاسب، ومحدش بيقف معاه ولا حد بيقف في ظهره ولا حد بيسانده. بقول لك في اكتر من الزمالك لما الناس اعلاميين هاجموا النادي الاهلي قال لك احنا في ظهرهم، انا ما بقولكش يعمل كده، لكن اختار مين يطلع، اضغط على القنوات، اضغط على مش عارف ايه، حسس الناس ان الاهلاويه اللي بيتكلموا ان في حد معاهم. انا دائما وابدا كنت بنتقد احمد سعيد لانه بقول بيتكلم والنادي الاهلي بيقول ما وقفش في ظهري، وانت عايز مستني، انت بتقول كلمه تحمل مسؤوليتها، وانا كذلك بقول كلمه تحمل مسؤوليتها، وانا عندي يقين في بالنسبه لي مفيش مشكله اني ما تفاوتش بكلمه غلط في حق حد، لكن انا تاني وتالت برصد المشهد واقول لك الازمه اللي حصلت لي لما تحصل ليك انت تبص شوف ايه اللي بيحصل. طب ما هو ده نتيجه اللي بيحصل للنادي الاهلي، ده نتيجه تصرفات مرتضى منصور اللي بياخدها
خطوات بنمنع ده، بنتقدم بلاغات لضاع، بنكافئ ده، بنسحب، بناخد ده. يعني عندك كان غرابه ده كان بيمدح النادي الاهلي، ها بعد كده خدوا نادي الزمالك دلوقتي بيهاجم الكابتن محمود الخطيب. طب ده سببه ايه؟ ما هو في حاجه هنا استفاد غرابه، غرابه هنا استفاد. طيب في ناس استفادت فبتعمل كده، في ناس انضرت فمجبره انها تعمل كده. انت فين كنادي اهلي بقى من كل الكلام ده؟ يا عم احنا في غنى عن وجع الدماغ. طب ما وجع الدماغ جاي لك من خلال الاخبار المضروبه، او انه يشوه صوره النادي الاهلي، او مجلس اداره النادي، او طلع اخبار مضروبه عن النادي الاهلي، كده جاي لك. ده انت حتى كمان مش عاوز تعمل برنامج عندك يرد على الاكاذيب اللي بتحصل. يعني ده انت مستخسر، يعني مع احترامنا والله اسلام الشاطر البرامج ما فيش غير برنامج الاهلي خط احمر وملك وكتابه هم، لكن فين يا جماعه؟ ما بقولش تجاوز، لكن رد على الاكاذيب، اضغط على الاعلام، عندك القدره ان انت تضغط. ما حدش هنا يقول اصل في مسؤول قال في حاجات. طبعا الكابتن محمود الخطيب ما يقدرش، زي قصه الرعايه والراعي الحصري والمسوق الحصري، ما فيش فيها كلام، حدش يقدر يفتح بقه فيها يعني. والكابتن محمود الخطيب زي ما بيقولوا يعني ما حدش يقدر يلوم، لكن في حاجات تانية، امنع المسؤولين، امنع اللعيبه، امنع امنع امنع. حد ما تاخذ يا جماعه ده قالوا خبر عن اشرف شرقي، مرتضى منصور وحسين لبيب طلعوا بيان مقاطعه اونو اعتذر. القصه هنا قصه فرض عضلات، فرض عضلات بما تمتلكه من مقومات. واحد بيفرض عضلاته بلسان، واحد بيفرض عضلاته ببلاغات، واحد بيفرض عضلاته بانه يسحب. انت فين عضلاتك؟ انت فين عضلاتك؟ انت في قدراتك الاعلاميه فين؟ شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمت في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.